فاضل فندم دايما الابداع ودي تجربه بنشتغل عليها مش مرتبط بموضوع الفلوس يعني نبتدي الفكره وبعدين التوفر المادي هيبقى موجود ويمكن اكبر تجربه لينا في مركز الابداع في مسرحيه سلم نفسك يمكن مش عايز نقول ويمكن الاستاذ خالد بيتكلم انتجها في حدود 70 الف الف على مسرحية ويمكن كانت نالت الشرف طبعا ان فخامه الرئيس وولي العهد السعوديه ابتدى يعني الفرجه اللي او شاهدها فدي كان حدث النقطه الثانيه ان احنا عندنا تجربه مختلفه في صندوق التنميه الثقافيه ان عندنا اكثر من 12 مركز او اثر بنحافظ عليهم وبنعرض فيهم الانشطه الثقافيه ودي تجربه يعني سلاح ذو حدين ان احنا بيبقى فيه الاثر تعريفه موجود الحفاظ عليه العروض الثقافية تتناسب مع طبعا طبيعة الأثر بالشكل القوي النقطة الأخرى اللي على الجانب إن إحنا عندنا مركز الحرف التقليدية وده الحفاظ على التراث وتنمية الحرف ودايما كل ما بنشوف حرفة خلاص ابتدت تندثر بنحاول ندخلها تاني يمكن مجموعة سبع حرف عندنا وفي طريقنا في خلال السنة الجاية نضيف حرفة أخرى زي الإزاز تقنيات حرف كتير، النقطة الأكثر إن احنا داعمين لتنمية الحرف على مستوى الشباب، على مستوى الكرة، بتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني، مع المؤسسات الدولية، اليونسكو، شغالين في برامج كتير في الشكل دوت، ويمكن تحت مفهوم التنمية المستدامة إن احنا دايماً نحافظ على ده، ويبقى عندنا موارد للدخل، بنطلع بره مصر عندنا تاني على طول سريعا مجموعة أحداث بنقوم بيها زي مثلا ملتقى الأقصر للتصوير، من النحت داخل الدورة 24، أحداث كلها قوية، رسوم متحركة، دي كلها بتعتمد على فكرة إن يبقى معانا فنانين أجانب، التجربة الدولية مع فنانين مصريين مع ورشة عمل للشباب. ويمكن التجربه فعلا بتاتي ثمارها يمكن النهارده عندنا كان اخر حاجه سمبوزيوم من نحت في اسوان آه الكوميسير من احد رواد الـ 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 الورشه اللي كانت بتبقى موجوده فهو دلوقتي يعني نوع من تنميه الكوادر اللي موجوده وللشباب شكرا, شكرا.